لذلك يا إخوان، الكثير من الآباء وللأسف الشديد كثير من الوالدين الآن راهم يديروا التغذية ماشي التربية. أنا عندي كبش نوكله نشري له القرط والشعير ونعطي له يشرب، وكي يمرض نديه فيتيرينار، وساعات ساعات نحي له الصوف باش يلقم باش يعاود ينوض له الصوف. خلاص، هذه رعاية ماشي تربية. انت عندك ولد توكلو تشربو، كي مرض تديها للطبيب وتشري الحوايج، خلاص راك تراعات الدراري. ولذلك منطلق هذا النمط التربوي من اين جاء؟ جاء من منطلق بناء الاسره. كيفاش نبنيو الاسره؟ انت الاب، انت راك اب، تسمع فيا، خلاص وقتاش تزوج وليدك؟ وقتاش تشوف وليدك بلي راه مؤهل باش يتزوج؟ كي يعطوني لا ديال، نعاودو نقولو الماديات. بنتك وقتاش تشوفها بلي واجده الزواج؟ كي تتعلم شويه الطياب ونطلعو الاخر. من بعد الولد يعرف يشري في المارشي فلفل طوماطي، ومن بعد ندير نلعبو بيتا. حياه زوجيه يعني هذا التاهيل، كن صادق. ولذلك اصبح الانسان يقدر يزوج وليده. لماذا؟ باش يستعقل. هذه أكبر خطأ الآن يديره الأولياء. يعني يحاول يداوي وليده بالزواج. تجربة هذه، بصح سيد هذا بنته، هو رباها، تعب عليها، تقدر تكون عنده طفلة وحدة، مسكين حلوة معاها، وبعد تجي أنت يعني تلقى هذا الولد هذا راح يخوض تجربة. قال والله غير شفنا نعرفوا بزاف عباد كانوا في طريق معوجه تزوجوا تسقموا، والعكس كاين اللي يتزوج طفله يقول لك باش نسقموها، وتلقاها من بعد يقول لك شوف اعطيها للراجل هو يحصل بها، وتلقاه مسكين هو عاقل وجا وبعد مهبطين راسهم مطلعين راسهم. حتى الاسئله باش نتزوجوا، زعما تجي واحد يخطب بنتك واش تقصي؟ واش تقصي؟ واش يخدم؟ واش تخدم؟ وين تسكن؟ مع من تسكن؟ أسئلة يقولها لك الفاكتور تاع الحومة. علاش جبتو وقعدتو الحلوة؟ ما كاش أسئلة. نقدروا نغلقوا الجامع ونقدروا نديروا دورات باش نولوا كيفاش نبنيو أسرة، كيفاش نأهلوا ولادنا، كيفاش حنا نتعامل مع واحد جاي يخطب بنتي، واش نسحق؟ أنا هاد الأمور ما نسحقهمش. هامور هادو شغل خلاص من الأول جاوني، هادو معلومات، جمع معلومات فقط. منتا احنا ما راح نقولوا بلي حتى تدخل في المستقبل كاين مخاطره، نسبه مخاطره في الزواج عادي ماشي مشكل، لكن حبينا اردنا ان نحسس انفسنا بقيمه بناء الاسره، قيمه بناء الانسان. لما بنوا السور تاع الصين، كانت الصين تتعرض لغزوات وحروب، فوش داروا؟ قال لك اتفقوا اهل البلد، الدوله اتفقت على ان تبني سور الصين. بنات سور الصين العظيم كبير وداخل في الله في عجائب الدنيا. 100 سنة التي بعد بناء هذا السور غزيت تعرضت الصين الى 3 غزوات. منين دخلوا؟ دخلوا من الباب، رشاوه العساس الحارس رشاوه ودخلوا من الباب. فالإنسان قد يبني الجدران ولكن لا يبني الإنسان. تقدر نوفر لأولادي مليح، توفر لهم ضالة وبيت وحده ما شاء الله، لكن القيم هل نحن نطالب أن نترك في أبنائنا؟ لا، أن نترك لأبنائنا. احنا نفكر فقط باش نخليو لهم، ماشي نخليو فيهم. ولا غير تخلص عليك فريضة تخلص عليك 3 أيام يديروا الفريضة، يقسموك تاك تاك تاك، أنا ندي طونوبيل، أنا ندي الحانوت، أنا ندي منتحياتك كاع ليل ونهار تخدم. لا أنا نخلي لهم ولادي، ما نخليهمش ضايعين. ومن بعد ولادك منهم كاين ناس زعما في الجنازة يشعل قارو، تقول له ماشي حبس الدخان، إيه ملي مات بابا مانيش مليح، وتولي ماشي مليح بالدخان. ملي مات بابا وليت نصلي، من ليمة بابا وليت ما نطلعش، لا أترك الصلاة. هذا هو التربية التي نحتاجها. ولذلك يا إخوان قلنا في التربية، أنماط التربية
النهي عن انماط التربية بالنسبة للمزارع سمحنا باش نقعدوا فقط في تقريب الفهم في التربية باش الانسان يفهم. كاين ثلاث انواع الان في التربية. التربية الاولى انا نسميها التربية بطريقة التين الشوكي. تعرفوا التين الشوكي الهندي؟ هو التين الشوكي. ابا كي نكون نحكي على الزراعة ويكونوا معنا شيوخ اكبر نفرح حتى هما يعرفوا يدوقوا شاك تهضر. التين الشوكي كاش ينوض؟ ما ينوض، ترميه وبعد وحده ينوض، ما تتعبش، ما تصبر، ما تدير حتى حاجة. فهذه هي، كاين اللي يترم يتزوج ويدير أسرة ويزيدوا الدراري، تقول له يقول لك اللي مربي من عند ربي. إذا ربي علاش بعث لنا الرسل؟ كان قادر يخلينا واللي مربي من عند ربي ويوم القيامة نتحاسبه. لا، ربي بعث لنا الرسل والحدود والقواعد والترغيب والترهيب باش نترباو. كذلك الأبناء الآن يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى مراقبة، يحتاجون إلى غير ذلك. النمط الثاني، شوف هذا يا طريقة الإهمال، يخرجوا لنا أولاد مهملين، وهنا يجي العنف، هنا يجي العنف. يعني معناتها احنا كي رانا نتكلموا على التربية، قيمة التربية يا إخوان ما راهيش في الدراري الصغار اللي نربيوهم، لا، قيمة التربية أنه موضوع التربية هو علاج للآفات الاجتماعية، علاج للسعادة الزوجية، علاج للأسرة، علاج، لأنه هذا الإبن هو الجار وهو المسؤول وهو الأب وهو هذاك لو يسوق في الطريق، وهذا الدراري هما اللي غدوة من غدوة راح يكونوا في الشارع ويكونوا في المجتمع. ولذلك كي نحافظوا عليهم ونربيهم راح يكون الصلاح في المجتمع. ولذلك الانحراف والإهمال، إنسان عنده عطش عاطفي، عنده إهمال ما يحس والو، يدير لنا مشاكل. هذا الطرف منا. وبعد كاين طرف في الوسط مازال ما نحكوش عليه، الطرف الثالث. التربية وين؟ في البيوت البلاستيكية في اليسار. كاين اللي يربي ولاده في اليسار، وما أكثرهم الآن في المجتمع يربوا ولادهم في اليسار، يوفر له كلش. اليسار ياخذ توفر نتا دير لامبا إضاءة، دير له الحرارة قال 27، هذه حاجة ما تدخل له الشمس القاصحة، لا خلاص. فيتربى هذا الولد بالحماية الزائدة، تحنحين بالك، قول له هاك وليدي اشرب اقعد نوض ما حد ما يضربو او طالع. ومن بعد هاكو معايا كي تقطع الشجرة وتخرج من البلاستيك واش يصرا لعبوها ليا. ما كنتش على بالي بلي كاين تبروري، ما كنتش على بالي بلي كاين الشتاء، بلي الشمس قاصحة، وبلي الدنيا ماشي هكذا. اذا علاش كتكذب على ولادك؟ علاش انت راك تعب في روحك؟ لانه هذا الشيء اللي راك دير فيه مؤقت، بمجرد ما يلحق سن معين بعد راح يخرج للمجتمع مليح، وراح ما تقدرش انت تكمل معاه في المجتمع. ولذلك تخرج لنا شخصيه اتكاليه، تخرج شخصيه رخوه، فارغ، شخصيته ضعيفه. ماما احنا كنا بكري نعيطوا له في صمامه، فيتربى مسكين ضعيف شخصيه، ما عندوش ثقه بالنفس، لانه القرارات تاعو يبنيهم، حتى انه يبنيها دائما على اهله. وهذا الذي قد نعيشه حتى في المشاكل الزوجيه. علماء التربيه المختصون في التربيه يقول لك هذا النوع من التربيه يخرج لنا ثلاث انواع من الازواج. يخرج لنا الزوج المراهق تلقاه لا يعرف ترتيب المسؤوليات، زعما يخلص زعما 5 ملايين ولا يدير اي حاجه يديرها، فيخلص غير يخلص ومن بعد يقول لك حكايتها موت، ومن بعد يروح يدي مرته ولاده ياكلوا الشوا، يشري وليده زعما باسكات عجباته ب 700,000 لو ديس يخلصوا له. ومن بعد يجي لدارهم بابا يقول له بابا، ومن بعد يقعد يعطوا له ويقعد هكذا وراه يدور، ما عندوش مسؤوليه، دراهم في جيبه، شهريه تجي يمشي في جيبه، صحابه يقولوا هاي ناكلوا شوا هاي ناكلوا، معليش تاع حكايتها موت، ويخلص صحابه. هو عنده 3 دراري ويخلص صحابه شوي، ياكل الحوت، ما عندوش مسؤوليه، شكون هو كبير بصح مازال مراهق. الزوج الثاني هو الزوج الطفل. هذا الزوج الطفل تلقى المسؤوليه تاعو، يعرف يوكل ويشرب ويلبس، هذا ما كان، شكون يروح يجي
ما عنده حتى ما عندوش إبداع، ما عندوش حركة. الزوج الثالث وهو بقدر الحماية الزائدة، قدر ما تكون حماية زائدة يخرج درجة هؤلاء الأزواج، وهو أخطرهم، وهو الزوج الرضيع. الزوج الرضيع، هذا الزوج الرضيع معناتها مازال يشرب البيبرون عند يماه. في الواقع واش يصرى؟ في الواقع واش يصرى؟ تلقاه مسكين ما يقدرش، مثلا هو ساكن وحده، بصح كل يوم أي قرار لازم يخدم الإدارة، ولذلك ما تلقاش عنده خصوصية في حياته الزوجية. من بين المشاكل اللي نتلاقاهم أنايا، تقول لك يا أستاذ ما كانش حاجة نحكوها إلا ودارهم يعيطوا لي غدوة بالذات. ألو واش؟ راح تشريو طيبوا الكباب؟ كباب. ف حتى أنه مرة واحدة قلت لها شوفي، لازم يكون عندك تصور باللي الزوج ديالك عنده كوندويت طويلة هكذا لاصقة مع يماه. وشوفي أنت واش تحبي تسمعي يماه قوليه، واش حبيتي ما تسمعيش ما تقوليهش، والا ما راح نجيبوا حتى نتيجه. هذه انواع التربيه. التربيه الان هو النوع الثاني، وهو تربيه الفلاح. يعني انت تغرس، تختار التربه، تغرس، تسقي، تنحي الاعشاب السامه، تدير الدواء. كاين واحد الحاجه يديرها الان المزارع، شنو هي؟ الصبر، تصبر. وهذا هو المشكل، الصبير. الصبير حاجة يعني نقدر نقول إحنا شجرة تكبر، بعد أنت تجيب مقص وتبدأ تقطع 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 وترجع الشجرة ماشي شابة، وأنت كي تكون تقطع ربما يؤلمك ذلك الشيء، لكن هذا الشيء الذي تقوم به لمصلحة من؟ لمصلحة الشجرة، بارك الله فيك. ولذلك أيضا الآن في تربيتك لأبنائك، قدروش غير هكذا. نوط الوليد في المجال اليوم، سؤال جاوبني ما قدرت، السبت وما يقراش وغاضني وعندك والبرد، وكي قلت جيت نقول لا مسكين مازالو صغير. فإذا كان وليدك غير محاسب، شكون اللي راه محاسب؟ تا ياك محاسب تلعب بلاش. وليدك يقدر يدخلك الجنة، يقدر يدخلك النار. ما يلعب ما تخلطيش في النار ديالي، خطيني. مرة وليدي قال لي سبحان ربي ما يحاسبنيش، قلت له لا يحاسبني، هو غير يولي يحاسبك خلاص، ماليش كاع بيكم بعد، يحاسبك أنت، بصح دوك أنا ربي اللي يحاسبني، ما تلعبهاليش أنايا، كيفاش ربي يحاسبني أنت ما يحاسبكش؟ عادي شغل كونك أنه تمنع ابنك تصبر، نصبر منا، نصبر، يعني حبل ولدي راح مع أصحابه يأكل ويضحك ويدير، تحكي نفس هذا، ما تروحش، يبدا يبكي ويدير، ما تروحش. وانا قلبي يتقطع الداخل وما دابيه تروح، صح ما تروحش. وهذا الذي يحتاجه، وهذا هو التربيه، ماشي غير تسقي تسقي تسقي. وفي بعض الاحيان كاين شجره كيتسقيها بزاف واش دير؟ تموت. ولذلك نحتاج الى ان نفهم هذه المسؤوليه. هذه المسؤوليه يا اخوان قال عنها ابن القيم، قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة، يعني يسأل الأب عن أولاده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما للأب على ابنه حق فللابن على أبيه حق. الله عز وجل ماذا قال؟ قال ووصينا الإنسان بوالده حسنا. وقال أيضا عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتحمل مسؤولية إنجابك، تحمل كونك أب. سقسيكم كيفاش تولي أب؟ قد يقول واحد بالزواج، لا لا، بلقاء الرجل مع، لا لا، كيفاش تولي أب؟ إذا اختارك الله عز وجل أن تصير أبا، إذا ما كتب لكش ربي تولي أب،
والله غير تكون ملياردير، ونعرف انا دي ملياردير، نعرف ناس مصرفين دراهم كبار. بارح جاني السيد 13 مليون باش يدير واحد العمليه وبعد يشرب الاخر تلقيح، واحد الحكايات كبار مسكين دراهم، يقول لك معليش راني صارف. فكاين ناس دوك الامنيه تاعو يرفد باكيكوش. والله كنت رافد انا باكيكوش، واحد قال لي يا شيخ والله غادي يحلي لكم، قلت له يحلي لنا كعبك هذا الباكيكوش. كاين ناس اللي صارفه قريب 100 مليون باش يرفدوا، مازال ما رفدوش. انا رفدته بتوفيق الله عز وجل. فكونك ان الله عز وجل اختارك ان تصير ابا او اختارك ان تصيرين اما، لازم تفهم باللي هذا الامر لا ماشي احنا ايريديتال، احنا فاميليا الله يبارك وعمير، وحنا زيت زيتون وناكل الكرموس افهم عندهاش علاقه. الله عز وجل اختارك، لما اختارك الله عز وجل ان تصير ابا لازم تفهم الان، تحس بلي عندي واحد المسؤوليه. احنا نعرفوا ناس اتقياء وانقياء، والله ما عندهم دلالي، والله ما نلحقوهم، يصلي ويقوم الليل ويصوم وخاتم قران ما عندوش دلالي، وتلقى انسان. فمما يتوجب علينا في هذا الامر يا اخوان ما هو؟ من تحمل هذه المسؤوليات انك بمجرد ما انت اب فانت مربي، واذا كنت انت مربي فانت قدوه. ربي اعطاك الان مخلوق خلقه الله عز وجل، وهو الان انت الان من تربيه. اذا انت راه موراك عائله راك تقودها انت الان، فاذا كنت انت الاب الان ودين كنت انت قدوه، فيجب عليك ان تضحي، يجب عليك ان تضحي. انت انسان تضخم، انت انسان حياتك قاعد تتكيف، ربي يعافيك ان شاء الله ويهديك. بصح غير زادوا عندي دلالي حبس، علاش؟ مسؤوليه، هو تبدلت، تبدلت كنت في طريق، لكن لما زادوا عندي الدراري خلاص. ماشي تبعت وليدك روح شري لي الان، وروح يبعث ويشري له ويجي، ومن بعد يقول له هاك، وقول له لا روح شري لي الشمه فلانيه، قول له يعطيك تاع الشكاره ماشي تاع الاخر، ويعطي له ويدخل ويخرج ويدير، وبعد نهار وليده يولي يدخن، ونهار يولي وليده يدير الاخر، يجي لك يقول لك يا استاذ قالوا ضربت الولد ومن بعد حاوزته من الدار، قلت له بالك انا من بعد نحكموا الولد، نقول له علاش راك تتكيف؟ حبيت نخرج لبابا، شكون انا نحب بابا وكيش بابا يتكيف، حبيت ندير هذه الحاجه. وهلم جرى، هلم جرى، موضوع هذا طويل، علاش؟ ندخلوا للاسره. بعض الاحيان يجيك امهات الولد يبدا يقول لك ويتبرد عليا وراه يقول لي كلام ولا يدير، نقول هذا تخصيك الاخت، تقول لي نعم. رجلك يسبك قدام الدراري يقول لك كذا وكذا وكذا، نعم. من هو السبب؟ الاب. انت تسب وتقول كلام وتطيح القدر تاع الزوجه ديالك قدام ولادك، ومن بعد هذيك ولادك هادو كي يكبروا راح يطيح القدر تاع يماهم ويولوا هما يسبوا يماهم، وبعد انت تقول لهم سب يماك، انت هي اللي علمتنا. علاش؟ لانك لم تدرك الحركات تاعك. يا اخي يكونوا صغار ولادنا واش دير؟ كي تكون تصلي يجي يتعوج قدامك، هو علاش هو يتعوج قدامك؟ لماذا؟ على بالك ويحب يلحق لك رساله، يقول لك واش دير ندير؟ انا ما على باليش انت واش راك دير، راك تعوجت وسجدت، مانيش فاهم انا، ماشي سجود، انا اللي فاهم باللي انت راك دير كبع رايس، انا اللي ندير معك كبع رايس. صافي تنوض نتايا وتنشط ودير، لما انت ما تكونش في مؤهله القدوه تبدا تطلع غير يخرجوا لي ينحيك ما عجبتنيش، ويبدا يحوس على اخرين فيقتدي باخرين. ولذلك الكلمات التي تقول حبيت ندوس انا مع، ولذلك شوفوا يعني حتى في علاقاتنا الزوجيه، تي الانسان يقول له لمرته يا البقره يا حماره قدام ولاد. مره واحد قلت له نسيك سؤال، كي دير مرتك حاجه مليحه تقدر تقول لها هي الغزاله ويا الحمامه
ياخي كاع حيوانات، كي البقرة كي الغزالة، ها ما نقدروش ما نضناش عليها، كاش نهار ندير لكم محاضرة على ما نضناش عليها، ولا غندير محاضرة واسمها ما نضناش عليها، باش نعاودو نراجعو التراث التي ورثناه، هل هذا التراث يصلح باش نكملو به ولا لا؟ لا. وعلى نضنا على الزيكا تاع وليدك، كمل كمل، علاش رانا ما نضناش عليها غير في هذه الامور؟ وهذا اللباس اللي لابسو وليدك، واللباس اللي لابسته بنتك نضنا عليها، ولذلك الانسان خلونا هذه ما نضناش عليها، ولذلك الانسان لما يكون يحس بالمسؤوليه اللي راهي عنده، يحس بلي كي كيجي يدخل للدار ويقول السلام عليكم، يلقى ولادو من بعد كيجوا داخلين للدار يقولوا السلام عليكم، بصح انت ما علمتهمش، لا لا هما ترباو عليك، انت كي تدخل تقول السلام عليكم، بصح كي تدخل واش طيب كيك؟ ودا العياط، ومن بعد هما يعيطوا والعياط في الدار، ولذلك انت الان كي تجي داخل الدار ولادك يصدموا عليك، ما يصدموش انا ولادي، شوف غير ندخل كل واحد في بلاصتو شايد فرحان، روح صلي جنازة على روحك، كاش علاقة؟ الآن ما كانش علاقة، لما تروح يقول لك الحمد لله اللي راح، ولذلك تبنى العلاقات. فأول مهارة سنتكلم عليها وهي عمق علاقتك مع أبنائك، عمق علاقتك مع أبنائك. العلاقات يا إخوان، أولا قبل ما نتكلموا على العلاقات، ما معنى العلاقة؟ العلاقة هي حجم الذكريات، العلاقة هي حجم الذكريات اللي تكون مع هذاك الإنسان. ولذلك لو كان فرضا زعما نفتحوا الباب ونقول لكم راك تشوف هذاك، إيه قولي شفته، غدوة من ذاك نعاودوا نتلاقى ونقول لك شفت هذاك اللي وليته لك مات، الله يرحمه مسكين، وبعد تبدل الموضوع نقول لك ما غاضبش، قولي ما عندي حتى علاقة معاه، ما نعرفوش شفتو برك، شفت العلاقات. ولذلك كاين انسان زعما يحب مالو اكثر من يحب يماه، لانه تربى في دار مالو، وكاين اللي يحب عمته، وكاين اللي يحب زعما جارهم، لانه بكري كان يعطيني الحلوى من بكري يعطيني الحلوى. كاين بعض الناس يعني اساتذه هكذا تفكروا انت تقرا في البريمار مازالك تفكر الشيخه فلانيه لانه كانت مسكينه مش تصلي واحد المره ذات، العلاقات هي حجم الذكريات التي تكون. ما هي ذكرياتك مع ابنائك؟ لوبيا وعدس وبصل وهادو يروحوا باش نتفاهموا، هادو كاع راحوا، واش كليت البارح تقول لي نسيت؟ ما هي العلاقات؟ لذلك دوكا هم شيوخ كبار معانا، نقدر نحكم دوك شيخ كبير نقول له الحاج احكي لي، يقول لي بابا شفاه الله يرحمه كنا نروحوا الحمام الوان، ويحكي حكايه كبيره يقدر يبكي في علاقته مع والديه بعد 70 سنه. فما هي حجم العلاقه؟ العلاقة تنقسم إلى قسمين، اليوم راح ندخلوا شوية في الجانب العلمي. العلاقة تنقسم إلى قسمين، علاقة سطحية وعلاقة عميقة. العلاقة السطحية هي العلاقة المبنية على جمع المعلومات، معناتها إذا كنت أنت وليدك زعما واسمه وش يقرا وش ياكل ويرقد ودخل وفي الدار ومع أصحابه، هذه ما عندك، عندك علاقة سطحية. أما العلاقة العميقة هي تلك العلاقة التي نشترك في الهموم والاهتمامات، الاشتراك في الهموم والاهتمامات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف في علاقته مع زوجته، يعرف إذا كانت عليه غضبة أو راضية، قال إذا كنت علي غضبة قلت والذي نفس إبراهيم بيده، وإذا كنت عني راضية قلت والذي نفس محمد بيده. كان يعرف علاقته مع بنته فاطمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على فاطمة رضي الله عنها، قال ولم يجد عليا فقال أين هو ابن عمك؟ قتل كان بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي، فذهب إلى المسجد ووجده مستلقيا وقد أطر التراب على جلده، وقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب. الشاهد من الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كي دخل عرف باللي بنته يمدوس مع رجلها، واش قال لها؟ قال أين هو ابن عمك؟ حب يفكرها
بلي هذا ماشي غير راجلك او ولد عمك قامت يحب يستلطفها يدخل لها من باب واحد اخر، يعني زيد نكبروا العاطفه ما تفكريش في حاجه واحده اخرى، خاطر القرابه تاع العمومه ما نقدروش نقطعوها، ولكن تاع الزوجيه نقدروا نقطعوها. فقال اين هو ابن عمك؟ يفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما نجوا نقولوا نفهموا نعود نقولوا النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم ربما عن علاقته مع بنته، كان يقبلها في راسه في راسها ويجلسها مكانه، وكانت تفعل كذلك. كي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تقبله، يقوم لها هو دائما. لما كان في مرض موته دخلت فاطمه فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت انها شديد المرض، عرفت باللي حيموت. قالت لك لماذا موقف ليش؟ عمر لي لا دخلت موقف ليش بابا نبيها صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا قمة العلاقات؟ حنا يدك مع بنتك يقول له قولي لها هذيك باش ما يقولي لها، يقول لك لا لا ما عندنا واحد ايه عندكم واحد خلاص. دوك يجي هذاك اللي ما عندوش يدي لك بنتك، ولذلك دوك ها غير شويه فيسبوك تروح الطفله، غير يا حنان القلب يا راضي يا عمر عيوني ولا ما على باليش، راحت الطفله ما كانش حنان، ما كانش حنان. ولذلك الان كي نبداو نحكوا قبل ما ندخلوا فقط في العلاقه، باش نبداو نفهموا فقط في العلاقه. العلاقه يا اخوان تبنى بالاهتمام، كي تهتم بحاجه. شفت المراه تهتم بزاف بالدار، ولذلك تهدلك افوي تاع صال دو بان الاخرى نبدلوا الصالون قدام هذا بدل لي، لا تهتم بالدار ويهتموا بالقرايه تلقاها تهتم. وانت باش تهتم بالسياره؟ كاين عباد يقول لك الرنه نعرفها انا الطوموبيل ديالي ولا مليحه ولا ماهيش مليحه، تلقاه يسوق يدير بروميير دوزيام ماهيش مليحه السياره، انا نعرف طوموبيلتي ويديها عند الميكانيسيا ويقول له بلي ما راهيش مليحه. الرنه تاع وليدك تعرفها؟ تعرف الرنه تاع وليدك كي تقعد انت في الطابله ولا بنتك وراكو قاعدين باش تاكلوا، تقدر انت وراك تشوف تفهم بلي الود ماهوش مليح؟ ما على باليش. يجي لك يقول لك عنده 3 سنين هو يتناول مخدرات، ما جرجر نحكم لي باش عرفت. كيفاش عرفت؟ علاش؟ كول وشرب ولبس، من بعد قعدوا في الطابله، من بعد العياط، من بعد نوضوا خرجوا روحوا ورانا عايشين، انا نطبعوا في اليامات حتى واحد او مات او راح او حرق او جا ودا. جيبوا ان نراجع المنظومه التربويه لابنائنا. فيدونج، كاين الناس الفيدونج يكتب، قلت لها اكتب 10 كيلومتر والزيت بدلها دير وسمو نفطال ما ديرش ما شاء الله يبارك، تلقاه يشدد وكان غير تلحق زعما ديميل ما يلعبش، تقول له وصلني مريض يقول لك لا مازال ندير الفيدونج، ما درتش الفيدونج. وليدك شحال هو ماشي؟ هو ماشي 15 سنه درت له الفيدونج. راجعت له انت الان الولد اللي في عمره 10 سنين ماشي هو الولد اللي في عمره 15 سنه، ما تقوليش تبدل، يتبدل الولد، ولازم نفهموا المراحل العمريه باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع ولادنا. كاين الناس دوك مازال وليدو 20 سنه مازال يعيط له يا العلون، اروح لهنايا وشكون دير مالهم؟ العلون نقعد دوك وقت العلون، خلاص الولد ما انت كتشوف فيه صغير بصح هو يشوف روحه كبير، وقدام صحابه تعيط له اروح ولا لا نطلع ولا يضرب ويدير. وبعد كي يصراو كوارث تربويه نبداو نعالجوا في المشكل. لذلك نحتاج الى ان نراجع انفسنا في العلاقات، يعني العلاقات باكثر دقه. والله الناس يتربي المقارن، تلقى المقنين ديالو يعرف بلي مبولي ماهوش مليح، تيواواطي تاعو ما عجبتنيش، وهذا ماشي تاع الاخر. اهتمامك بالشيء، فاهتمامك بالشيء هو الذي يجعلك تدقق وتفصل في هذا المجال. كذلك اهتمامنا بتربية أبنائنا، كيف تعمق علاقتك مع أبنائك؟ الآن العلاقة كيفاش نعمقوها مع الأبناء؟ أول شيء بالإنصات الجيد، نتعلمون نسمعوا. على بالكم كاين واحد موروث جاز، لكن احنا نقدر نقولوا الآن لازم تبني علاقة مع أبنائك. لما تبني العلاقة
تخلي الولد يحكي الحكاية تاعو. لما الولد يجي يحكي لي حكاية، دوك هذا وليدي يجي يحكي لي حكاية، راح يحكيها بالسن ديالو وبالطريقة ديالو وبالعالم ديالو، لأنه ولد صغير في عمره 5 سنين ولا 6 سنين، كي تشيلو قرواجة فيها 5000 وتكسرت له الروضة ويبدا يبكي، انت تقول له اسكت خلاص من بعد نشري لك 10، تشري ليش 10؟ انا دوك رانا في الليل وانت ما راحش تشري لي، وانا العالم ديالي يقول بلي اغلى شيء عندي هو هذه السيارة، بصح دير 5000 ما تهمنيش 5000، انا مانيش فاهم بلي انت تخلص 5 ملايين، انا اللي فاهم بلي اغلى ما املك هو 5000 هذه السيارة. فلما ما تحترمش تضربه وتقول له اسكت علينا دوك هذه 5000 تخليناش نرقدو. فنحتاج الى احترام المراحل العمريه. فالانصات، هل انت عندك قوه باش تسمع لوليدك كي يكون يحكي؟ زعما يحكي لك واحد الشيخه ضربتني ودارت لي، وبعد واحد الولد قال لي بعد انا وصاحبي كنا جايين دائما ندخلوا الضغوط الخارجيه، عافاك انا راني بلا بريسيون وحنا عندنا الضغط ومننا ما نقدرش. من اعظم قصص الحب في القران قصة يعقوب مع يوسف. بماذا بدأت؟ برؤيا، يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قصة رؤيا، كونه أنه جن عند أبيه وقص له رؤيا تدل على عمق العلاقة. لما يجي وليدك الآن يحكي لك، يقدر وليدك يحكي لك منامة، يقول لك بابا نمت واحد المنامة وهوش نمت واحد عيا سكتنا بديت انا هذا كشميكي شفتو هذا وراك وتغلق له انت. لما تكسر العلاقة هنا يبحث عن منافذ اخرى، لكن انت غلقت فما قدرش تفهم انت الولد. ثانيا الحوار، الحوار ليس الحوار التسلطي. ما تخليش روحك انت دائما تفرض روحك، زعما انا نفرض روحي دائما الحوار وانا اللي عندي الحق، رانا نتحاوروا انت تحكي وانا اللي نحكي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حواراته، كان واحد الغلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيش كان يقدر الدراري صغار، يقول له يا ابا عمير، هو صغير يقول له يا ابا عمير. كان عنده زوج تاعو اسمه النغير، كان دائما يمر عليه يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. ومره مات له ولقاه شكون يبي، قال يا ابا ما فعل، قالوا مات يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم فاستلطفه. حوار على عصفور من عند من؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي في هذاك الوقت الجهاد بنو قريظه مع قريش حرام جايين والدول والعالم وفدره وجاي منا من اثيوبيا مشاكل كبار. يا ابا عمير ما فعل النغير، لان قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاحترام، حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، يعني ولد صغير عن يمينه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، الأشياخ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، يعني الأشياخ الكبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال له باش ما يبداش من اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدا من اليمين، كان يتيمن في أموره كلها. فقال الولد، قال له أتأذن لي باش نعطي لهذوما الكبار؟ شكون هاد الكبار؟ كبار. فقال له الغلام: لا، لا أوثر بنصيبي منك لأحد. فتله، يعني فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده. حديث متفق عليه، لانه هذاك الغلام حب يشرب مور النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما نقدرش نشرب مور وحدي، يعني حاب نشرب انا موراك. الان ما هو الاحترام؟ لو ريسبي. النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلم منا، لازم نتعلموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان، ماشي نقعدوا دوك نعيشوا وما تقول لي لا لا حنا نظنا ما نظناش، حنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا،
انت دوك ربي يوفقك قدرت تقتدي بنفسك، ثم الحق تقول يا ربي وفقني بصحك غلط، هذا ما كان، انت راك غلط حتى تلحق. فهاوليك النبي صلى الله عليه وسلم جاء قالوا هاوليك، فتله النبي قالوا اتاذن لي علاش هذا الامر؟ حنا دوك كان زعما رئيس من الدول ما نذكروا حتى رئيس زعما قال، ومن بعد يجي جايز هكذايا، ومن بعد زعما لقى واحد دار له هكذايا، وهذه يبداو يديروا وزعما تجيك الدمعه انت هذيك هذاك هارب دار لواحد الولد هكذايا. وعندنا شوفوا الرصيد الذي نملكه. فقالوا اتاذن لي رقي يعني؟ فقالوا لا ما قالوش انت ماشي مربي الولد هذايا، وليد من هذايا. قالوا لا خلاص هاك وشرب هذاك الغلام. الاحترام شيخ كبير، نسال الله عز وجل ان يرحمه. في اخر عمره رحت لعندنا جيت نحكي معاه، كان لا يصلي، بدينا نحكوا على الصلاة ورغبه في الصلاة. قال لي على بالك علاش ما صليتش؟ قال لي كي كنت صغير دخلت للمسجد باش نصلي وكنت صغير، وكنت نتوضا وتعمر الماء. قال لي ضربني واحد الشيخ بواحد الثقلة، قال له جيتوا تلعبوا بالماء انتوما يا عبا. قال لي من تما دخلت للجامع شفت الحاجة مش سهلة. لذلك الإنسان يقدر يدير بزاف أمور في حياته، لكن الإشكال يا إخوان هذه الحياة هو ذلك الكتاب الذي نكتبه بأيدينا، ثم كي نجيو نقراوه يوم القيامة ربما راح نتفاجئوا، كاين بزاف حوايج راح نتفاجئوا فيهم، بصح حنا كتبناهم، حنا اللي كتبنا الأفعال ديالنا. أنت كتبت الآن ماذا كتبت؟ أنك ستجلس بين المغرب والعشاء، هاك قعدت. ربي وفقك أن يكتب في صحيفتك أنك رابطت بين المغرب والعشاء. ولذلك إنسان يحترم هذه النفوس المنفوسة. رابعا إظهار المحبة. ربما كانت عندي مناسبات كثيرة أنه تكلمت، وكثيرا ما أتكلم عن هذه المسألة، مسألة المشاعر. والله مسألة المشاعر وأنا دائما نعاودها، ما منو كان راكو سمعتوها من قبل نزيد نعاود نتكلم عليها. مسألة المشاعر، عندنا مشكلة يا إخوان في المشاعر، عندنا كبت كبير ما نخرجوش. كاين ناس صبابه ما كان حاب يبوس بابه ما راسو ما قدرش، بس ونهار مات في لامورك. كاين ناس وحاب يعنق يمه يعنقها ويبوسها ما نقدرش، ما نضناش عليها ماشي ما وافناش، يقدر يدير الخطوة هكذا ما نقدرش، كبيرة وهي كبار خلاص ما قعد لكمش. ولذلك هذا الكبت الذي نعيشه أصبحت المشاعر تظهر في الجنائز والمستشفيات، في الجنائز والمستشفيات باش يخرجوا المشاعر. غير يموت الإنسان نخرجوا كاع المشاعر ديالنا، نبداو نكتبوا عليه. وفي الفيسبوك شوفوا فيسبوك، افتحوا افتح فيسبوك والله وين تلقى أبي الغالي أمي الغالية زوجتي التي لا أنسى رحمها الله. ما كاش واحد حي، ما كاش حتى واحد حي. صديقي سندي الذي كان كذا راح أدعو له بالرحمة. يحكي هو كي كان حي تقدر تكتب عليه، اكتب على باباك يماك، نوض قول باباك يماك، روح بوس راس باباك. أخرجوا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني أحب فلان. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا أخبرته؟ روح قل له خاطيني نايا أنت تحبه، روح قل له بلي أنا نحبك، علاش تجي تقولي لي؟ قولوا أخرجوا مشاعركم، خلوهاش تموت لداخل، خاطر حنا نتفارقوا دوك نموتوا يوم القيامة كل واحد وين. أخرجوا مشاعركم، الإنسان يخرج المشاعر تاعو يعبر عنا في نفسه، وهذه المشاعر يا إخوان هي اللي تقوي المحبة، لما البنت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقبل بنته بين عينيها ويجلسها مكانه وكانت هي تفعل كذلك، نبدأ نشوف حجم العلاقة كيفاش كانت العلاقة كبيرة. ولذلك خاصة في تربية البنات، بنات هادو يحبوا الإحسان، يحبوا هدي بنتك تاكل
نروحوا ناكلوا انا وبنتي، ناكلوا بيتزا ميغا كولي ناكلوا، ومن بعد تجي واحد يلعبها لها يقول لها نخلص لك بيتزا، تقول له انا شبع بيتزا مع بابا، انايا شبعت بيتزا مع بابا، شبعت تحواس، انا خرجنا ضحكنا لعبنا درنا كلش، ما تجيش تلعبها لي. بصح كي تكون الضغط وكل حاجه لا لا، ومن بعد هذوك الناس، ومن بعد المراه تعيط لها بقره ولا شكون ما نقدرش ما نظناش عليها ما نظناش. ومن بعد لو كانت تلقى هي يخون هذه الزوجه سوسو ها، ثم تعرف تخرج رومانسيه من جهه لبلها في الحرام والحلال ما نقدروش. ولذلك اصبح الحب يخرج من النافذه اذا دخل الزواج من الباب، غير يدخل الزواج نعودوا نتبدلوا، لا لا، نحن في طاعه الله تبارك وتعالى، وكذلكم الابناء والآباء. ولذلك صناعة البر يكون من الوالدين. إذا حبيت أنت ولادك يبروك أصنع أنت البر. كي تدخل أنت تعيط وتغضب والدراري، هذا الدراري راح يولوا يعيطوا. فأعينوا أبناءكم على بركم. المهارة الثالثة، الآن حاولوا تركزوا معايا فقط، هذه تحتاج فقط إلى تركيز لأنه ربما كانت لازم لها ضغط عشان باش نقدروا نفهموها مليح. أوقف وليدي، أوقف باش تخرج في الكاميرا معايا، شبيك الآن؟ واسمك؟ أكرم. أكرم الآن العالمية أكرم، ها؟ أكرم الآن واقف، لما يجي واحد يوقف قدام أكرم شحال عندنا من احتمال؟ عندنا احتمال أننا نقف أمام أكرم، وأن نقف وراءه، أو أن تقف بجانبه، أو أن تقف بعيدا عنه، أو أن تقف في وجهه. تفضل أكرم. فعندنا خمس مواطن نقف فيها أمام أبنائنا. تبعني أيها الأب، الآن أنت عندك خمس مواطن تقدر توقف فيهم مع وليدك، انت وين راك واقف؟ فالسؤال او الجواب، اول موقف ان تقف امام ابنائك. متى تقف امام ابنائك؟ اوقف مع قدام وليدي كي يسحقني، كي يكونوا عنده تحديات عنده صعوبات، عندما يؤخذ حقه، جاو حقروه نوقف معاه، جاو داروا له نجي، فلما نجي يحكي لي ضربني الاخر داروا لي دولي في جميع المجالات، واش ندير؟ الان احتاج هذا الولد انه ما عنديش الوقت، معليش قول لي ماكم بعد ساعه، وبعد انا نشوف، وبعد نهضر معاه، وبعد انا نشوف، بعد نهضر معاه، وبعد انا نشوف، وبعد نهضر معاه، يعرف بلي انت ما توقفش معايا. فلا تقف امامي، تقف في وجهه عندما ياخذ حق غيره. لما يدي حق غيره تقف في وجهه، توقف ما تظلمش، ما تديرش هذه تعمل هذه، ما لا ماشي تاعك رجعها. ادى اخوه تقف في وجهه، هذه حبه فرماج ماشي تاعك تاع اخوك، بصح انا ما كليتش ما تاكلش تاع اخوك. تقف في وجهه، تقف بجانبه، بجانبه ان تصاحبه وتشاركه في الاهتمامات، تشاركه في الاهتمامات. مشاركة الاهتمامات يا إخوان هذه مشاركة تحتاج إلى فن، لأنه في بعض الأحيان الولد يختلف من وقت لوقت من مراحل عمرية. يقدر الولد يكون يحكي لك على ميكي، خليه يحكي، بس أنت مشكلتك ماشي الميكي، يعني نبني في العلاقة ويحس باللي يقول، لأنه هذا اللي حكى لك هكذا غدوة راح يزيد يحكي لك، وغدوة راح يزيد يحكي لك قصص أخرى تكتشف بها شخصية هذا الطفل. يقدر يحكي لك حكاية وانت راك تدرس في شخصية هذا الطفل. أن تقف بعيدا عنه، بعيد عليه، تراقبه. بعض الأحيان المراقبة تكون من بعيد، أو خارج مع أصحابه وانت توصي صاحبك تقول له قال لا اسمعهم جايين دراري في البلاصة هذه، أراقبه. في المدرسة تهضر مع المراقب تقول له شوف لي، ماشي كل ما يخرج تلقاك انت بالسيارة قاعد ويحس بلي هو ما عندوش ثقة بالنفس،
يحس باللي ما عنده حتى مسؤوليه، لا تربي على اي مسؤوليه، خليه يدير هذا الامر وتراقبه من بعيد. سادسا، لا تعاقب عقوبه اهل النار، لا تعاقب عقوبه اهل النار. بعض الاحيان كاين واحد العقوبات، او قبلها نقول لا تعاقب وانت غاضب، يعني وانت غاضب يعني غضب شديد، حاول ان تتجنب العقوبه، لانه في بعض الاحيان الانسان يتحول التاديب الى تعذيب، يتحول التاذيب الى تعذيب. لماذا؟ لانه الانسان هو مضغوط، الانسان هو مقلق، كاين يكون عنده مشاكل برا، وبعد يدخل للدار، وبعد غير يدخل للدار المراه تبدا تقول له على بالكم. بين قوسين الازواج، يعني ازواجنا كلنا، يعني لما الولد يغلط واش تقول لك؟ ولادك وكي يديروا حاجه مليحه ولادي، باش نتفاهموا فقط، فتلقى ولادك هبلوني ما خلونيش الاخر، وبعد انتك مخلق وتبدا تضرب. انت كي تبدا تضرب والله ما راك تضرب باش تأدب، وانما لتنتقم، او ربما قد تضرب لتنفس عن الضغط الذي بداخلك. شغل انت تضرب وقت تشوف هذاك السيد اللي ما ريبوندالكش وتسالو دراهم، يا انتوما كاع ما تصلحوش، هو يحكي على السيد هذاك اللي سالو دراهم، ماشي مر يا اخي الشعب يا اخي بلاد يا اخي وجداني نتزوج، ويبدا يضرب، هو يضرب ضرب انت تقول له سلكوه، كاين عباد يسلكوه، ويضرب في ولد 10 سنين. ولذلك لا تضرب او لا تعاقب وانت غاضب. سادسا كما قلنا، لا تعاقب عقوبه اهل النار. الله عز وجل يقول لاهل النار يوم القيامه ذق انك انت العزيز الكريم. اهل النار وفي النار يتعذبوا، يقول لهم ذق انك انت العزيز الكريم. ولذلك كاين انسان هكذا تم وليده زعما طاح مليح مليح، لا لا عجبتني شاطر شاطر، ما يديش مليح ذق شاطر وليدي، قلت لك باللي انت الله يبارك، فانت تؤنبه على ما فعل، أو لا يؤذن لهم فيعتذرون. في بعض الأحيان الولد يجي يعتذر من والده، خلاص اسمح لي ما تهضرش معايا ما تهضرش معايا، اسكت 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 ما نهضرش كاع معاك. فأنت الآن تجتنب قبول الاعتذار.